ويكتب الله خيرا انت تجهله وظاهر الامر حرمان من النعم ولو علمت مراد الله من عوض لقلت حمدا الهي واسع الكرم فسلم الامر للرحمن وارض به هو البصير بحال العبد من الم بسم الله والصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام السلام عليكم حبيبات قلبي وشراكم يا ربي تكونوا كامل بخير وتكونوا أنتخي بون سنتي اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين أميراتي نرحب بكم كامل اللي راكم تنضموا معنا من جديد نقولكم أهلا وسهلا بكم ولأول مرة تشوف القناة نقول لك عمري وحبيبتي ما تنساش الاشتراك هو تفعيل الجرس هكا باش توصلي بجديد حريه القصبه الفيديو تاع نهار اليوم خفيفه ظريفه البنات ما راهيش طويله نتمنى ان شاء الله يعني تكملوها لي للاخير وتبداو لي الفيديو بلايك و... وهذه هي وفقا معايا هنايا البنات راكم تشوفوا في هذا اللانش بوكس اللي تاع بنتي آه بون أه فكره برك هكذايا باش يعني ما تخسروش دراهمكم ويعني تكون حاجه مغذيه وصحيه نخليكم مع الفخوماج هذا ولا الجبن المنزلي هنايا ريت تاع الحليب يعني تكون رايبة ولا انتوما يعني تديروا لها مغرفة تاع الخل كي تروب لكم فوق النار يعني غير تشوفوها هكذاك عزلت صفيوها هنا لي يعني عندها هذاك شاش ولا كومبريس ولا يكون خير وخير هنا صفاتها غير هكذا في في الاخر في الصفايه فوالا وخلوه يقطر مليح من الماء ديالو هنا يعني آه وفاء دارتو فيت في من ما خلوه يقطر شويه زدت له فص تاع الثوم راكم تشوفوا كبيبر ولا ما تكثروش بزاف الثوم باش ما آه يعني بزاف فيها الثوم وشويه تاع الملح يعني الملح توجو حسب الذوق وشويه تاع زيت الزيتون اللي صدقوني يطول واحد البنه هايله يعني ما يباش بزاف واللي ما تحبش تقدر تستغنى على آه المرحله تاع زيت الزيتون وهنا آه يعني كي تشوفوه ثقيل بزاف زيدوا له شويه من هذاك الماء تاعو يعني تاع الحليب فوالا ومن بعد نضربو كلش في بلو بغا ميكسور ومن بعد ناخذ هنا هكذايا دي بوكو نفرغوا آه نقسمته هي على ثلاثه دوك تشوفوا واش راح له يا البنات صدقوني هذا الفرماج روعة روعة لازم لازم وضروري تجربوه هنا شوفوا واحد دارت له معدنوس وواحد خل تخليه هكذاك يعني كما نقولوا هنا ساده يعني ما دير له والو اللي يحبوا يعني هكذاك كما نقولوا ماشي منكه فوالا واحد راح دير له الزعتر البنات اسم ما تخيلوا لي تخيلوا لي هذاك آه لوغو بين الزعتر والثوم وزيت الزيتون والثوم المعدنوس وزيت الزيتون وش راح والله غير على بالي تجربوه راح ما حاش عليه كامل باسكو يجي آه شتو جيرفي شغل لوغو تاع الجيرفي روعة روعة وحاجة صحية آه بمكوناتكم كي تشوفوا بسيطة يعني عسقل لكم رخيص تديروه ديروه يعني لوليداتكم في هكدا لي تاع الخبز ولا وهذه هي وهنايا كي نسيت باش نديك البولي ديالي درتو في الميكرو اون داكاك تاع فيت فيت ديكونجلي عليه ومن هنا في الطنجرة درت مغرفة تاع مارغارين وواحد رقيم زوج مغارف تاع الزيت كي حمر لي شوية هداك البولي ديالي ندير هنا بصلة فوالا راح نحضر معاكم واحد الروز البنات شوفوا بالخضر اللي ما يحبوش ولادها الخضرة راح ياكلوه بفرح وسرور ويجي والله صدقوني تخي تخي بون كما شتوني درت زوج حبيبات تاع زروديه حبه تاع فلفل بالاحسن تكون حمراء انا كانت عندي شغل خضرة ورايحه الأورانج حبه تاع كورجيت ولا القرعه وحبه تاع الباذنجال يا البنات البتنجال يجي هايل في الـ يعني في الرز وشويه تاع الملح بيان سور ثلاثه فصوص تاع ونقلي كل حاجه يعني مع بعض هكذايا قلت لكم وليداتنا نوكلوهم الخضره بالحيله البنات يعني بالحيله والذكاء ندخل لهم الخضر لازم لازم وضروري وهنا نص مغرفه تاع لا طوماط كونسيرف زوج حبيبات تاع الطوماطيش لي كنت تانيك نحيت لهم لابو و وستو بليتو ماشي نحيت لهم لابو درت قصبر تاع الحاب زنجبيل كركم بابريكا ولا الفلفل العكري واللي عندها لي تاع الدجاج ولا تاع الشاورما تقدروا تزيدوا هنا ما عنديش الرد والزعتره وحتى اللي عندها فلفل الكحل الضيفه انا ما درتوش باسكو ما عنديش وكنت شمخت الرز عندي شمختو بالماء مغلي خليته واحد 15 مينوت هكداك ومن بعد نجي نشلو مليح مليح حتى يعني يصفالي مليح ما داك الماء ومن بعد نضيفو هنا يتقلى مع هذيك الخضره وكنت تاني قلتلكم لكم كل كاس تاع الرز نديرو زوج كيسان تاع الماء انا درت زوج كيسان تاع الرز درت ربعه كيسان تاع الماء وبعدها نغطي عليها كي ترفد الغليه يعني تغلي نقص لها كامل ابتيفو ودوكا هنا اونطرو طون جو نفرغوا هذيك البطاطا طوماطيش يعني ملاحظه تعطيهم من الصغار هما اللي دائما يعني انا وحده بنتي شحال مخطره تنسى يعني هكذا ما تفرغهاش ودوكا الحمد لله يعني بالنصائح تاع الام كي نوريو لهم كامل راهم يرفدو بيان يعني ماشي مليح نخلوها في البطاطا تاعها كيما شفتو كنت لها زويته هكا من تحتها ونزيدو ثاني دوكا نغمقوها من الفوق بالزيت ونخلوها في الفريجيدير وكي نحبوا نجبدو دائما نقول لكم يا بناتي تجبدو بالمغرفه تكون ناشفه وتكون بروبر يعني تكون نقيقيه شللت هذيك البواطه هكذا باش ما نضيع والو فوالا ومن بعد كيما قلت لكم دوك هنايا راه بدا يغلي دوك نقص له كامل النار ونخليه يطيب غير في هذيك لا يعني بعد ما ينشف أنا حطيت له هنا حبيبه تاع الحار على بالي تحبوا هذاك لوغو سيغ وهنا الكبابه اللي كنت نسيتها نتوما البنات ضيفوها آه يعني مع لي زيبيس فوالا زوج حبات تاع كبابه برك فوالا ها مليك واحد البنه هايله في الرز والله هي البنات غير روعه روعه جربوا لي هاد الوصفه وتشوفو بنتها كيفاش انا عندي وليدي الكبير ما ياكلش الباذنجان وما فاقلهاش كامل باللي فيها بتنجال ومن بعد كي ينشف كامل نضيف له هكدا شويه تاع الزبده من فوق خليتها حتى دابت ونجي هنا شوفوا كيفاش الله يبارك جا مزربع جا ما شاء الله شدهيتكم ان شاء الله في الجنه مع حبيبات على المرقد واش <applause> نقول لكم انا على بالكم ماشي نورمالمون ما ناكلش الحار يعني كما قلت لكم انا من المراره مي بصح والله العظيم ما نقدرش نستغنى على الحار والقهوه نقولهم الطبيب ما ينحيهم ان شاء الله غالب ومن بعد بعد ما درت اون بتيت سياست جيت لهنا درت خبز فطير ولا حنا نقولوا خبز فطير كاين اللي يقولوا كسره فطير المهم تجي ما شاء الله يعني شوفوا الوصفه والله غاني مشاركه بزاف معكم وصفات تاع الخباب وزو نقول لكم في القناه مي اللي حبيت نعاود لها الوصفه خلوا لي في التعليقات ومن عيوني الاثنين بيان و واخوات لي طلبوا مني الوصفات أه نقول لكم ما نسيتكمش حبيباتي يعني أه بقاو وفيات للقناه وان شاء الله مع الوقت راح ان شاء الله باذن الله نلبي لكم كامل أه يعني الطلبات ديالكم ربي يحفظكم ان شاء الله ويخلينا لبعضنا ويخلينا دائما أه نتلاقاو هكذا في الخير شوفوا انا البنات يعني الفطير ديالي ندير له الجلجلان وندير سانوج يجي ما شاء الله يجو روعه وصحيين راكم تعرفوا الفوائد ديالهم ورطوه هنا والله ما خليته ارتاح وهكذاك وجاني واحد الفطير ما شاء الله يعني وصفه يعني اللي ما ينجحلهاش راح ينجحلها يعني واش نقول خلاص تولو تلعبوا بها العيب وهنايا حبيت نفتح واحد القوس البنات يعني واحد الاخت خلت لي تعليق يعني على بالي هي يعني باحترام كامل قالت كي قلت لكم انا الاكلات تاع زمان كيما بطاطا وكامل قلت لكم ما ديرولهمش لا طوماط كونسونطري قالت لي انا ندير بصح تجيني بنينه ويجيك تجيك بنينه حبيبتي بصح انا عطيتها لكم كنصيحه نقول لكم شوفوا آه نون سولمون هاد الاكلات صح صح ما يجوش يجوا بالعكري الله الله سورتو اللي يديروا داك المعجون تاع الفلفل الاحمر تاع الحلو هذاك طرشي الاحمر هذاك صحه ما بصح طوماطيش تاع لي بواط كيما في هكذا في كيما درت انا داك شتو ما درتش حتى بطاطا انا ما نديرلهاش كيما يقولوا شطحه تاع الدجاج ما تجيش بطوماطيش تاع البطاطا كاين اللي يزيدوا لها شويه العكري كي العكري تاعنا ماشي شباب سي انا نعطيكم نصائح برك كنقول لكم آه ما ديروش يعني ما راهيش صحيه من باب على على صحتكم نقول لكم ما ديروش يعني الطياب ماهوش علوم دقيقه كيما نقولوا سي با زون سيونس اكزاكت ولا راهو قران من محسوب ما ديريش دا ولا ما ديريش لا لا كل طيب كيما حبت مي انا ديفا نعطيكم هكا نصائح من حبي ليكم نقولكم لكم هذه الحاجه راهي لي ليستوما ديالكم طوماطيش ما راهيش صحيه فلفل كحل تاني حاولوا تنقصوا منه هذه هي حبيبات قلبي فالا هنايا طيبتهم كامل وانا البنات شوفوا كيفاش نحمرهم انا نحبو محمر يعني كاين هكذا اللي لهم اللي رام محروق انا نقولكم نو انا نجمرو يعني نحبو مجمر وطايب على قانيه خلاص ما نحبش حاجه تبقى بيطا يعني في ونحب يعني نحمرهم يعني نحب هكذا حاجه محمرات تبان بنينه خير وخير فوالا هذه هي البنات وقولوا لي نتوما واش راكم يعني على بالي راكم كامل مع الادوات ربي يقدر لكم ان شاء الله مع التغلاف وعلى بالكم انا البنات ولادي لي يقراو في السيام وفي الليسي راهم كل نهار حاجه ما مش ماشي كيما في البريمير يعطيو يعني شي خطاط لهم على فوا مي هكداك اللي يكونوا عندهم الاساتذه بزاف يعني حتى يجوهم كامل باش يعني نتهناو وشوفوا كيفاش طابلي الخبز ديالي جا ما شاء الله شهيتكم ان شاء الله في الجنه عندي بزاف ما درتوش يعني آه كينط نفحت لي قلت والله غندير لهم حاجه يشربوا بها قهوه طو نوض صباح ثاني كنصيبو حاجه نشربو بها قهوه فوالا شوفو كيفاش يجي يعني تجي كسره غاطو يا البنات حنا نقولو فطير في في العاصمه بصح في لي زوت خويلايا كامل يقولو آه كسره فوالا سي بور سا كسره باش تفهموني هاي اللي البنات يعني في القناه راهي آه يعني وصفات قلت لكم درت لكم تاع الشعير قلت لكم بزاف انواع تاع الخبابز يعني مع الاول اوائل القناه كنت بزاف مبازي على الوصفات وهنا درت البخس تاعي يعني تشهيت حتى قهيوه في البريس وهنا عشاتنا كانت تكتوكه الله الله من يدينا وفاء نقولها يعطيك الصحه بنتي ربي يحفظك جات واحد التكتوكه ثاني شهيتكم ان شاء الله في الجنه هذه هي الفيديو تاعنا عنها اليوم خفيفه ظريفه نتمنى ان شاء الله عجبتكم وما تنسونيش بلي لايك وكنت خفيفة ظريفة على قلوبكم نقولكم حورية تحبكم وتموت عليكم نتلاقاكم بو اون فيديو اللي مازال ما نقولك ما حبيبتي اشتركي وتفعلي الجرس ماشي راح تندمي باذن الله سلام